في أحد الطرق الصحراوية في عربية عليها راس مهرج زينة، وهي عربية شاب اسمه آدم وهو حياته بائسة، والمفروض ان هو رايح لحبيبته بيتي وهي هتتجوز حد غيره بعد 3 أيام، وهو رايح يحاول يعترف لها بحبه قبل الحفلة بتاعت جوازها بساعات، يمكن يقدر يقنعها تتجوزه هو، وفجأة يلاقي شخص مقنع وراه وهو مش سفاح، ده صديقه المزعج هارلي عمل فيه مقلب عشان يجبره ياخده هناك للحفلة بتاعت الجواز، وهارلي مش مصدق اللي آدم رايح يعمله. هو كان عارف بيتي من 7 سنين وجاي يقول لها بحبك في حفلة جوازها، وآدم وهارلي انفصلوا عن بعض بسببها، ولكن هارلي مش عايز يضيع صداقتهم عشان بنت، ولا هي مهتمة بآدم ولا بتحبه أصلا. ولقوا عربية سودة غريبة جنبهم وسابتهم ومشيت وهم مستغربين، وراحوا للاستراحة بتاعت العربيات، وبيحاول هارلي يتكلم مع صديقه آدم ويرجعوا صداقتهم زي زمان، لكن آدم مش مبسوط بهارلي لأنه حظه وحش عليه وممكن الرحلة دي تبقى خطيرة لأن هارلي غريب الأطوار. بس آدم قرر يديله فرصة أخيرة، وهم بيتكلموا والعربية السودة الغريبة ما زالت مراقباهم وهم مش واخدين بالهم، وطلع آدم قلم الرصاص الصغير المميز بتاعه ويكتب الأوردر في المطعم. وهارلي مستغرب من أهل المنطقة هنا بيتفرجوا على سباق العربيات العملاقة اللي مدة صلاحيتها انتهت من زمان، كل ده فيك أصلا، ولقبهم بالمجانين، وهم سمعوه وبصوله بنظرة غضب وكانوا هيهجموا عليهم، خصوصا صاحب المطعم أبو عين واحدة، ومشيوا بسرعة من المكان. وآدم متضايق من هارلي ويقول له أنا لسه مديلك فرصة أخيرة عشان تتصرف كويس وأنت بوظتها في أقل من ساعة، وهارلي يقول له ده مجرد هزار والناس دي قديمة جدا، ولمح وهم ماشيين دم حيوان على الأرض ومستغربين، وشخص غريب جه خد الحيوان ده بعد ما مشيوا. وآدم معاه الخريطة عشان يمشوا على الطريق الصح، وفجأة وهم في طريقهم يلاقوا عربية تحطيم عملاقة وراهم، ويعتقد آدم إن هارلي لما اتريق على العربيات دي أهل المنطقة راجعين للانتقام، والعربية الغريبة عمالة بتخبط فيهم وحرفتهم عن طريقهم ومشيت، والعربية عطلت وكده هيتأخروا. وآدم متضايق من هارلي ومش عارف يسيطر عليه، ورغم الموقف الصعب بتاعهم هارلي عمال بيهزر وهو السبب في كل ده، واتخانقوا مع بعض لحد ما تعبوا وبطلوا. ولما راح هارلي يصلح العربية لقى انها محتاجة بنزين لانه خلص، ومش عارفين هيلاقوا فين بنزينة هنا. وهارلي يقول لآدم انت واثق في اعترافك لبيتي بحبك ليها في حفلة جوازها؟ فيقول له انا مش عارف، اهم حاجة اعرف اجابتها عشان اتخلص من الهموم والتفكير فيها. آدم أنفه نزل الدم من معركته مع هارلي، وقابله مقبرة على الطريق الناس عملوها بسبب الحادثة اللي حصلت هنا بسبب سواق سكران، والمقبرة دي كذكرى للضحايا، ويلاقوا وراهم شاحنة فرحوا لها عشان صاحبها يديهم بنزين، وملاقوش حد فيها خالص ولقوا بقايا دم، وده لأن صاحبها مقتول جوه أصلا وحد خد راسه، فقرروا إنهم يسرقوا بنزين العربية عشان ينطلقوا في طريقهم وما يضيعوش وقت. والمكان اللي هم فيه مرسوم حوالي دايرة غريبة وجواها نجمة، وشغلوا عربيتهم وكملوا طريقهم، وعلاقة آدم وهارلي واحدة واحدة بترجع اهو زي الاول، وبيفتكروا ذكريات زمان وبيضحكوا، ويلاقوا بنت جميلة اسمها سارة بتشاور لهم ياخدوها معاهم في الطريق، بس آدم رفض لانهم ما ينفعش يثقوا في حد غريب ولازم يركزوا على الطريق مش عليها هي، وراحوا لأقرب محطة لتزويد البنزين، وهيروح آدم للحمام وهارلي في العربية نايم ومش حاسس بحاجة. ولما دخل آدم الحمام تكون عربية الشخص الغريب جت ودخل الحمام كمان، وفجأة بص على آدم وخاف وهرب وسأل عربية ويمشوا، ويحكي لهارلي على الشخص الغريب المشوه واللي عينه غريبة ووشه متخيط، وهو أكيد الغريب اللي بيطاردهم على الطريق لأن عربيته كانت راكنة بره المكان، وكمان يلاقوا راس المهرج الزينة متدمرة والشك سيطر عليهم، هل الشخص الغريب ده بيهزر معاهم ولا عايز يقتلهم؟ ولقوا العربية السودة الغريبة جنبهم لتاني مرة وسبقتهم ومشيت وهم مش فاهمين حاجة، ونزلوا للفندق يريحوا شوية ومش هيعرفوا يكلموا الشرطة لانها مش هتصدقهم بخصوص الشخص المشوه، ويسمعوا في الاخبار ان الشرطة لقت صاحب العربية اللي سرقوا منها البنزين راسه مقطوعة، وكمان دايرة غريبة جواها نجمة موجودة في المكان اكنها طقوس شيطانية، وحاسين بالقلق وهم نايمين بالليل يحس آدم بصوت وريحة وحاجة غريبة على السرير، ولما يصحى يلاقي دم الحيوان اللي لقوه ميت على الطريق ومش عارف مين عمل كده،
وهم نايمين، ولازم يصحي هارلي اللي مش حاسس بحاجة ويمشوا من هنا بسرعة. وشكل الراجل الغريب ده بيتلاعب بيهم لتريقة هارلي على سباق العربيات بتاعه، وركبوا عربيتهم ولقوها عطلت ومصدومين من اللي حصل معاهم. وفجأة لقوا حد في عربيتهم وهي سارة اللي رفضوا ياخدوها معاهم، هي اقتحمت العربية ونامت فيها، ومش عارفة انهم خايفين من السفاح اللي عمل جريمة القتل في صاحب الشاحنة اللي سرقوا منها البنزين وكملوا طريقهم الصبح بعد ما صلحوا العربية وسارة معاهم. وراح ادم لأقرب تليفون وبلغ الشرطة بخصوص السفاح وعربيته وانه بيتبعهم، وهو رفض يقول لهم على اسمه عشان ما يحققوش معاه وما يتأخرش على الحفلة اكتر. ولقى راجل غريب ايده مقطوعة جاي يستخدم التليفون، وكملوا طريقهم وسارة معاهم نايمة. هياخدوها لبرا المنطقة دي، وادم وهارلي مستغربين من جمال البنت دي ومستحيل اصلا تعيش في الصحراء هنا، وعلى حظهم هي معاهم حتى بعد ما رفضوها في الاول وسمعت كلامهم وتقول لهم خلاص هي مش هتكمل معاهم وهتشوف عربية تانية، بس هم مش هينفع يسيبوها لوحدها في الطريق واعتذروا لها وهتكمل معاهم. ووقفوا يستريحوا شوية، ويسأل ادم سارة هي خارجة ليه من المنطقة ورايحة على فين، وتقول له انها خارجة منها لانها عايزة تسيب مشاكلها وراها وهي متجهة لاي مكان هم رايحينه. وحاسس ادم بكلامه معاها انه ارتاح لها وبيفكر ما يروحش حفلة بيتي ويحب سارة ويقضي معاها هي حياته لانها شبهه وهو وهي بيحبوا بعض. ووقفوا في كازينو يستريحوا فيه، وسارة وهارلي بيشربوا مشروبهم الكحولي وآدم بيشرب كوباية لبن عشان صحته. ويتصدموا لما يلاقوا ان اهل المنطقة هنا كلهم عندهم اجزاء من جسمهم مقطوعة، وهم مستغربين اشمعنا اهل المنطقة دي بس، وخافوا من المكان ومشوا الفندق يستريحوا فيه الليلة. وفاضل على الحفلة يوم واحد بس، وفجأة سمعوا صوت عربية السفاح وكمان هو معاه راجل من المنطقة جسمه سليم وهيدوس عليه عشان ياخد اجزاء ويموتوا. وهم مش مصدقين نفسهم من اللي بيحصل وجريوا بسرعة، والسفاح مستمتع بخوفهم وبلغوا الشرطة. والشرطة جت الصبح وما لقتش اي اثار ولا للجثة ولا للدم ولا لاثار عجلات عربية السفاح. والسفاح كده ذكي وبيخفي اثاره ويقول لهم لو ما خرجتوش من هنا هقبض عليكم بتهمة البلاغ الكاذب وازعاج الشرطة. وهم مش عارفين يعملوا ايه ومين يحميهم من السفاح. ولما كملوا طريقهم يلاقوا واحد من اهل القرية اللي ايده مقطوعة وكان موجود في الكازينو، ويقول لهم السفاح كاتب على عربيتكم بالدم دوركم جاي، وبيحكي لهم على السفاح الوحش اللي لقبه الشيطان لان وشه مشوه ومتخيط وعملاق وقوي. وكان في مرة وهو رايح يصطاد غزالة السفاح ده هجم عليه وقطع ايده في مقابل انه يسيبه حي، وهم مش عارفين هو ليه بياخد الاجزاء دي وينصحهم يمشوا من هنا بسرعة. وكملوا طريقهم وتاهوا عن مسار الحفلة ومستحيل يرجعوا للطريق تاني للشرطة تقبض عليهم والبنزين هيخلص منهم. والمنطقة اللي دخلوها يلاقوا فيها فزاعات كتيرة، المفروض ان الفزاعة بتبقى في المزرعة للحراسة، طيب ايه اللي جابها في الطريق كده ومفيش حد في المنطقة وكل الموجود هي مجرد فزاعات وبس. ويلاقوا راجل عجوز في اخر المنطقة موجود ويقفوا عنده عشان البنزين، وطلبوا اوردر من مطعمه وجعانين من الرحلة الطويلة. والراجل العجوز ادهم الاكل وطعمه حلو جدا وادم منبهر بيه، بس لما يبص في طبقه يلاقيه معمول من لحوم البشر وفيه اجزاء بشرية عيون واسنان في الاكل، وده سر الطعم الحلو. وجريوا بسرعة للعربية عشان يخرجوا من المنطقة المجنونة دي. وهم في العربية يلاقي هارلي جنبه جثة الشخص اللي السفاح قتله بالليل وخباه معهم في العربية، والأرعب انهم لقوا السفاح الوحش وراهم بالعربية، وعلى حظهم السيء عطلت من تاني ووقفت في نص الطريق، والحل انهم يخرجوا منها قبل ما السفاح ما يحطمها عليهم. وجريوا لمنطقة عالية وعربية السفاح بسبب الحفرة مش هيعرف يوصل لهم، وجريوا بسرعة منه في الغابة الغريبة، ولكن السفاح جالهم على رجله بوجهه المرعب وضرب هارلي وخلص عليه ومحاصرهم ومش عارفين يعملوا معاه ايه. وقرر ادم يروح يشتته ويدي فرصة لسارة تهرب، بس السفاح مهتمش بيه هو وراح وراء سارة وقبض عليها. وسمع ادم صوت صراخها وراح تتبع السفاح ووصل لمزرعته، ولازم يستخبى ويستناه يخرج من البيت وهو يدخل ينقذ سارة. والسفاح خرج يسن سكنته للقضاء عليها، ولما دخل ادم يتصدم لما يلاقي جسم متخيط بشكل غريب ومرعب. لأ، والكارثة ان الشخص ده لسه حي، ويصرخ وينادي على السفاح اخوه اللي اسمه
بوب للقبض على آدم، وراح آدم يحرر سارة، بس تحصل مفاجأة إن سارة هي أخت السفاح وأخت فريد الجثة الغريبة، ووقعت آدم في الفخ وقبضت عليه وخدته للمعمل الدموي بتاعها. وقصة تشوه السفاح بوب أخوها إن هو السكران اللي قتل الناس في حادثة الطريق اللي خلده ذكراهم، قتل الناس بس هو حي، والإزاز بتاع العربية اتكسر على وشه وقطعه، وأخته سارة خيطته ودبسته لحد ما وصل للشكل المرعب ده. أما بالنسبة لفريد فهو تعرض لحادثة عربيات قوية دمرت جسمه بالكامل مع دراسه ومات، ولكن أخته سارة هي ساحرة وقدرت ترجعه من الموت، وبدأ بوب يقتل في الناس وتاخد هي أجسامهم تجمعها على راس فريد، وهي الحاجة الوحيدة اللي ما اتدمرتش مع باقي جثته. وطقوس السحر دي هي إنهم لازم كل ما الأمر ما يكتمل يقتلوا الناس وياخدوا أجزائهم عشان فريد يفضل عايش. وأهل القرية لما عرفوا كده عرضوا عليهم يسلموهم أجزائهم في مقابل إنهم يسيبوهم أحياء، وعشان كده أهل القرية هنا عندهم أجزاء مقطوعة، اللي سلمها بنفسه واللي قاوم وخدوها منه بالعافية وهو لسه حي، وفيه اللي قاوم ومات. وصار اكتشفت طقوس تانية أقوى، ومن خلالها هتقدر تنقل روح أخوها فريد الجثة لجسم تاني سليم، والجسم ده هو آدم. عشان كده ضحكت عليه ووهمته إنها بتحبه، وهي اللي كانت في العربية السوداء وبتراقبه، وهي كمان اللي حطتهم الحيوان اللي عليه الدم في الفندق. والطقوس دي عشان تتم لازم تمر بست مراحل. المرحلة الأولى هي علامة الطقوس اللي قتلوا فيها سائق الشاحنة اللي آدم وهارلي سرقوا بنزين منها، والمرحلة التانية هي دم الحيوان اللي آدم لقاها عليه في غرفة الفندق، والمرحلة التالتة والرابعة هي إن سارة تاخد منه دم وهو نايم عملت كده، والمرحلة الخامسة هي إنه ياكل لحوم البشر، وده اللي حصل في الشوربة بتاعته في مطعم الراجل العجوز الغريب، والمرحلة السادسة والأخيرة إنه يشعر بالخوف. والسفاح أخوها بوب نفذ المرحلة دي بنجاح، وآدم جاهز للطقوس، ولكن آدم طلع من إيده أداة حادة للدفاع عن النفس دايما رابطها في إيده، وحرر نفسه وقتل سارة للانتقام منها. ولما السفاح بوب يروح يهجم عليه يستخدم آدم قلم الرصاص الصغير ويدمر له عينه الاتنين، والسفاح بقى أعمى بالكامل وهيتبعه، لا بالصوت لا بالدم اللي بينزف من آدم هيشم ريحته، والدم ده هو دم أنفه بسبب معركته مع هارلي. وفريد الجثة تحمل على نفسه وراح يهجم على آدم، ولما آدم فكر يعمل إيه فخبط بدماغه القلم الرصاص أكتر في عين السفاح وخلاه يغضب، ولما يجي يطعنه بالسكينة يجري آدم ويخلي السفاح يطعن فريد الجثة، وكده فريد 100% بقى ميت. وفكر آدم واستخدم الدم اللي بينزل منه ولقى حديدة حادة على الباب وخلى السفاح يتجه ليها اعتقادا إن آدم عندها بسبب ريحة الدم، والسفاح وقع في الفخ وطعن نفسه بحديدة حادة كبيرة ومات، وخرج آدم من الليلة المرعبة. بس الكارثة إن السفاح لسه حي، ولما يروح يهجم على آدم يلاقي عربية السفاح ظهرت ودسته وفيها هارلي، هو لسه حي والسفاح بس خلاه يغمى عليه، وقرروا يستخدموا عربية السفاح المفضلة ويدوسوا بيها عليه من نهاية الليل لحد الصبح عشان ينتقموا منه ويتأكدوا بنسبة 100% إنه ميت للأبد. وعلاقة آدم وهارلي اتطورت وهيتقبلوا بعض كأصدقاء حتى لو كانوا مختلفين عن بعض، وآدم قرر إنه مش هيروح لحفلة بيتي خلاص، هو لازم يلاقي واحدة بتحبه بجد، وساقوا عربيتهم الجديدة ومشيوا من المكان المرعب. بس كده يا شباب دي نهاية الملخص، ولمزيد من أفلام السفاحين هسيب لك رابط لقائمة تشغيل ليهم في الوصف تحت الفيديو، فيها أكتر من 150 فيلم سفاح.